في بداية كلامك انت كنت بتقولي ان انت ابنك لما كان عنده سنة ونص اتاخد منك وما شفتوش غير لما كان عنده 4 سنين. انت تمام. دلوقتي الاولاد عايشين معاك؟ اوكي، يعني انت الحاضن دلوقتي، ايه اللي حصل؟ وعلى فكره بقوم بكل الادوار، للاسف بقوم بدور الاب وبقوم بدور الام وبشرف وبقوم بدور الصديق وبشرف. ومبسوط قوي بس هو وفرحان كده جدا. يعني، يعني استاذ ناجي انت كده حاضن وديا مع الزوجة صح؟ لانه وفقا لا للقانون. هقول لحضرتك انا حاضر ازاي، اصل انا ها حاله غريبه شويه. قول لي بقى. انا خلاص ارتضيت بالوضع اللي القانون فرضه عليا، الى ان ابني جالي في يوم في الرؤيه محروق، تقريبا محروق رجله ما عليهاش جلد، لحم ابني باين وهو طفل ابن 5 سنوات. يا نهار أبيض. مطلوب مني بقى اقف واقول يا قانون الحق ابني عالجه؟ طب قلت حاضر، رحت لجأت للقانون ما عمليش حاجه، وابني حالته بتسوء. الاسبوع اللي بعده مفيش علاج، بيحطوا له ايه على الجرح؟ عسل نحل، حاجه يعني بيعالجوه بالطب البديل وبالاختراعات يعني يعني. هي كمان ما كانتش عايزه ان انت تاخد الولد تروح بيه وعارف لدكتور يشوفه عشان هي يقدر ما كانتش يروح عايزاني يعالجه. اصلا اعرف انه اتحرق. يعني ابني كان جاي لي في الصيف في شهر 8 لابس بنطلون جينز وممنوع انه يقرب مني في اليوم ده، بس انا عرفت ازاي بقى ان ابني اتحرق لما غابت من الرؤيه الاسبوع اللي قبله. انا بحثت في الموضوع، توصلت ان هي راحت كشفت عند دكتور في نفس المنطقه. رحت للدكتور وقلت له انا ابو فلان الفلان ودي صورته، والست دي كانت زوجتي، ابني ده كان بيكشف عندك ليه؟ دكتور مشكورا قال لي ابنك حالته 1 2 3، وانا قلت انه محتاج رعايه خاصه علشان الحرق ده ما يسيبش اثر. حرق من ايه يا دكتور؟ قال لي ادعقهم انها ميه سخنه اتدلقت على رجلي. يا نهار ابيض. فهنا يا في اهمال يا في تعمد، وانا مش هتكلم في النقطه دي. انا بقى هستنى انهي قانون يعالج ابني؟ لا انا غير ملتزم بهذا القانون، انا هلتزم بقانون اعلى واهم، وهو القانون بتاع ربنا اللي قال لي ايه بقى؟ ان انا المسؤول الاول والاخير عن هذا الطفل. طبعا. فاخدت ابني وعالجته. بعد ما عالجته ترجع يا ابني لمامتك؟ لو رجعتني لمامتي انا هخرج احط نفسي قدام القطر اللي بيمشي من يا قدام حبيبي. بيتهم. ليه يا حبيبي؟ قال لي لان هم كانوا بيقولوا لي عليك كلام وحش وانا كنت مصدق. بس انا حضرتك بابا جيت متخيله عشت طفل يقول معاك، الكلام ده؟ فلقيتهم بيكذبوا، الناس دي انا مش بحبهم بيكذبوا. وانا مش عايز اكذب عشان ما اخشش النار. هو بس هو عشان فعلا، معلش هقطعك بس ثانيه واحده يا استاذ محمد، هو فعلا يعني انت لفتت نظري دلوقتي لشيء مهم جدا، ان انتم متخيلين فعلا طفل ان بيكون طفل بيتكلم يقول مع باباه في كلمه حاجه زي زي دي. كده، طب حضراتكم يعني في السن متخيلين؟ ده الطفل يتكلم مع باباه: بابا متخيلين انا عايز بلاي ستيشن، عايز اكل الوضع برجر، عايز الوضع مش عارف عارف ليه غير ايه. كده. انا وابني دخلنا اسم الشرطه في وجود مامته، هي اللي دخلتنا يا الاسم نهار ابيض. عشان تاخد الولد. 4 ساعات رئيس مباحث ومأمور اسم سايبين شغلهم وسايبين مسؤولياتهم وقاعدين بيقنعوا في الطفل اللي عنده 6 7 سنين سلم بس على مامتك. لا مش هسلم عليه، بابا اللي قايل لك كده. لا مش بابا اللي قايل لي كده، وانا مش عايز اروح عندها وما تسيبنيش يا بابا. 4 ساعات. هو استاذ حضرتك ناجي انت عارفه يعني ايه رؤيه دي؟ بس كده شايفك من اشوفه، بعيد كده، عارفه ما انا ينفعش اخد شايف، ابني انا جنبي. شايف حضرتك اهو. يعني لما بروح انفذ الرؤيه في مركز الشباب او في الجمعيه هي دي الرؤيه. طيب في التعديل الجديد او في قانون الاحوال الشخصيه الجديد، في ايه جديد بيخص الرؤيه؟ يعني انا عارفه ان في رؤيه وفي اصطحاب وفي استضافه. لا ما فيش دول في القانون الحالي. اه القانون الحالي هي رؤيه كده. ما انا بنتكلم على بس الجديد، تعديل في بقى بقى اصطحاب نتمنى وفي استضافه. ايه يعني. وهيفرق في ايه عن بس الرؤيه؟ هو يعني الرؤيه كانت 3 ساعات. الرؤيه احنا هو في تعديل او في مقترحات مقدمه ايوه. يعني مبدئيا هيعملوا زي الابهات او الاباء المغتربه، حتى هتقدر ان هي تشوف الاولاد عن طريق الفيديو كونفرنس او حاجه زي كده. ده هيحاولوا يبقى موجود، ده للاباء المغتربه. هيحاولوا ان هيبقى فيه او هيقترحوا ان يبقى فيه استضافه، ايوه، ان الاب هيبقى في حياه الطفل برعايه مشتركه فعليه، ان عدد ايام معينه هيصطحب الطفل عنده ويستضيفه لفتره معينه عدد ويرده. ايام، عدد ايام يعني يقدر ان هو ياخد ابنه ويبات عدد عنده في البيت معاه. يعني ده الطبيعي اصلا. ده اللي نتمنى ان هو يحصل يعني. ده يعني المفترض ان هو مقترح هيتقدم بضوابط طبعا والضمانات، عشان الام اللي بتقول ان الاب بياخد الولد وما يرجعوش، عشان الام اللي شايفه ان الاب ان هو اي تي ام فبرضه هنضمن لها ان انت هتاخدي برضه فلوس. ما هي دي برضه في مشكله. ايه بقى؟ ان اصحاب وجهات النظر طبعا ما هو النهارده هي بتاخد مثلا 10,000 جنيه نفقه او 7,000 جنيه نفقه او 5,000 جنيه نفقه، لان انا بصرف عليها طول الشهر. طب النهارده الاب هيشترك، فطبيعي نفقتها لازم تقل. ده طبيعي، ما هو ده برضه لازم يبقى مقترن بان النفقه هتراعى بكده، لان انا هتحمل اعباء الطفل عندي في فتره. طبعا ده مش هيعجبهم. ليه؟ ان هي طبعا عندها التزامات على النفقه، ما هي يا ريت حتى المبلغ اللي هيجي بيتصرف على الولد، فهي برضه عندها التزامات تانية.
تمام. يعني ايه المبلغ اللي امها يعني هو حضرتك فاكره ان كل الامهات اللي بتاخد نفقه بتصرف على الولد؟ امال امال هتصرف على مين؟ امال امال هتصرف على الولد منين؟ امال مين اللي هيصرف عليها؟ امال هي هتصرف على الولد منين لو هي مش هتصرف من النفقه؟ وحضرتك انا لو هي لو رايك لا حقيقي الام اللي بتاخد نفقه لطفل عنده سنتين او ثلاثه او اربعه 10,000 جنيه او 12,000 جنيه او 11,000 جنيه او المبالغ ديت، الطفل اللي عنده سنتين ثلاثه بيصرف 10,000 جنيه؟ في امهات كده فعلا يا استاذ هند يا فندم، ده في امهات متجوزه عرفي من الزوج وبتصرف على الاسره كلها. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الأسرة العربية.